السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس آخر تعلمته في خلال الأيام الماضية. كلكم لم يكن كلكم فالكثير منكم يعرف كم هو مدى حبي للسودان ومدى حبي لأفريقيا، لأن السودان هي أول دولة تعلمنا فيها العمل الإنساني والعمل الاجتماعي. وهناك فيضانات تضرب السودان طولا وعرضا منذ أسابيع، يعني فيها ما يعني تأثر بها ما لا يقل عن 800,000 نسمة مشردين يمينا وشمالا إلى آخره، ودمر فيها حوالي 112-115,000 بيت إلى آخره، يعني كتير قوي البيوت اللي دمرت في السودان، ومات أكثر من 100 إلى آخره يعني. فعملنا اجتماع عن طريق إحدى المؤسسات اللي اسمها مسلم شايس فورم للمنتدى الخيري الإسلامي، والحمد لله كان اجتماع جميل جدا، حضروا كتير جدا من المؤسسات بما فيهم اللي هو السفير السوداني ومسؤولين العمل الإنساني في السفارة البريطانية في الخرطوم، ونائب وزير اللي هو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وكذلك أحد اللوردات مجلس اللوردات اللي هو لورد الشيخ إلى آخره إلى آخره. كان جميل جدا اللقاء ومنظم، وجزاهم الله خير الإخوة اللي ارتبوا هذا اللقاء. وانتهينا ببعض التوصيات، منها أننا نبعث وفد هناك من الجمعيات دول علشان يقفوا مع الشعب السوداني، يعملوا حملة إعلامية لتوعية العالم العربي والعالم الإسلامي والعالم كله بمدى حجم الكارثة التي تصيب السودان منذ أسابيع. خرجت وأنا منتشي وسعيد، وكل الشباب خرجوا منتشين وسعداء، وكنت أتحدث مع بعض الأعضاء على هذا الوفد، على اللي احنا هنعمله من هذه المؤسسة عشان نجمع بعض المؤسسات من بريطانيا ونذهب مع بعض كما ذهبنا مع بعض في الصومال من قبل وفي أماكن أخرى. وفهمت خطأ من إحدى الجمعيات الكبيرة المشاركة إن هم جايين معانا في الوفد بتاعنا، وكنت سعيد جدا وسجدت لا شكرا وخليت الأخ يسجد شكرا ياي، وكنت قاعد إيه يعني ماسك الهواء بإيديا زي عبد الحليم حافظ ما كان إيه بيقول في الأغاني بتاعته، فرحان 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 فرحان. وبعدها بيوم او حاجه زي كده هو جالي اتصال هاتفي من احد الجمعيات الكبيره، قلت احنا رايحين كلنا مع بعض لان كل مكاتب جمعيتنا عايز تروح مع بعضها. قلت له مش انتوا قلتوا لي هنيجي؟ قلت لهم لا، قال لي حصل خطا. فحصل سوء فهم، واخد بالك، ان انا افتكرت انهم جايين معانا لكنهم عندهم مكاتب كتيره في كل مكان في العالم، فاتفقت المكاتب بتاعتهم انها تروح مع بعض كوحده كبيره ويروح هناك ويترتب ليهم الايه الأمور في هذه الزيارة المباركة بإذن الله سبحانه. فطبعا أنا زعلت وأحبطت لأن أنا فهمت خطأ، عشت في حلم كنت نفسي أحققه لكن ما قدرتش أحققه. في اللحظة دي كلها كنت أنا في الشارع، ودايما يجي لك الشيطان وإنت في هذه اللحظة اللي هي إيه المفارق أو المفاصل بتاعة اللحظات اللي يعيشها الإنسان ما بين الحياة والموت أو ما بين الأمل والإحباط. وانا ماشي في الطريق كنت يعني مش ابتدعت يعني بدات اقول حاجه، اللهم لا تجعل في قلبي غلا لاحد. قعدت اقاوم نفسي عشان الشيطان لا يجعلني اسيء الظن باي احد. تخطيت هذا الامر يعني ليس بعد دقيقه او دقيقتين، لا يعني بعد يوم كامل علشان لا اسيء الظن باحد. لان الهدف هو ايه؟ الهدف هو ان الناس دي كلها تروح السودان عشان تساعد السودان. الهدف مش ان هاني البنا يروح، مش ان هاني البنا رئيس وفد، لا بالعكس. فتخطيت هذه المرحلة وبدأت اراسل الجمعيات الاخرى اللي منهم 3 أو 4 وشاركوا في الموضوع، واشار علي احد الاخوة الافاضل ان انا اكلم السفير علشان يعمل ترتيب على المستوى للوفد اللي رايح من هذه المؤسسة واشرح له الموضوع. فكلمت السفير وكان راجل محترم جدا 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 كعادة السفراء في العالم يعني، اللي وعد بعمل استقبال رائع، قلت احنا ما زلنا في وفد اخر هروح من الجمعيات الاخرى. بيت القصيد هنا ايه؟ سوء الفهم لا يؤدي الى سوء النية لاحد، والنقطة ما بين سوء الفهم وسوء النية في الشيطان بيخش، فعليك وسوء الفهم في الجانب الأيمن وسوء النية في الجانب الأيسر تحجب الشيطان وتبعده
وتحيده بالاستغفار وانك تدعو الله للاستعاذة من الشيطان الرجيم لكي لا يساء فهم الاخرين. وانا اعتقد ان انا اسيء نواياهم بنفس الوقت. والحمد لله تعدينا المرحلة وكلمنا السفير، كلمنا مع رئيس الوفد بتاع هذه المؤسسة اللي هي ذهبة بإذن الله سبحانه وتعالى، وعطينا كل النصائح لكي ينجح الوفدين في الذهاب إلى السودان. لأن الهدف في هدف إيه؟ الهدف إن كل هذه الجمعيات تذهب هناك وتعمل حملات رفع الوعي عن الكارثة التي تحدث في السودان، وحملات لجمع التبرعات من أجل السودان إلى آخره. فاحذروا أيها الشباب من أن سوء الفهم يؤدي إلى إساءة النية في الآخرين الذي بيؤدي إلى الفرقة والتشرذم والصراعات فيما بعد. والسلام عليكم ورحمة الله.